في أخطاء بنعملها نحن بالروتين اليومي بالعناية للبشرة. هاي الأخطاء ممكن تكون مدمرة للبشرة، ممكن تخلي التجاعيد تجي بكير، تتوسع المسام، يصير البشرة حساسي أكتر. لحتى نعرف شو هي الأخطاء ونتجنبها، تابعوا الفيديو للنهاية، بس ما تنسوا تعملوا مشاركة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد، ودعم إذا بدكم يعني استمر. وإذا عجبكم الفيديو عملوا لايك. خلونا نبلش. مرحبا ويسعد اوقاتكم. اليوم هيك عندي شباك مشان يكون في اضاءه اكثر بجزء اليوم، الاضاءه احسن بالفيديو. على كل ما راح اطول عليكم، راح نبلش شو هي الاخطاء المدمره للبشره اللي بتخلي التجاعيد والمسامات وكل هالامور اللي حكيتها تصير. فبنبلش باول غلط. اول غلط هو الغسيل كتير للبشره. شو ما كان نوع البشره، دهنيه، جافه، حساسه الى اخره، الغسيل بكفي مرتين الصبح والمساء بغسول خاص للبشره، اللي انا كتير بشجع فيه على شكل قوام ورغوه اكثر من الجل. الجل لانه بينشف البشره، فبكفي مرتين الصبح والمساء. في عالم انه بشرتي دهنيه بغسله اكثر على اساس انه تروح الطبقه الدهنيه، بالعكس بتعطي انذار للمخ انه البشره صارت جافه فبتفرز افرازات دهنيه اكثر. فمرتين شو ما كان نوع البشره، صبح ومساء كافي. في كتير عالم كمان ما بتعرف انه لازم نستعمل التونيك او هو التونر، المي السائل بتكون بعد غسيل الوجه او بعد الدوش او بعد ما بيلامس المي الوجه. ليش؟ لانه المي فيها كالك، فيها كلس، هي المادة البيضاء اللي لما بتنشف على البلور بتضل طبقة بيضاء. او مثلا مشبه لكم اياها مثل الدوش، وكمان له مسامات على فترة طويلة بتتكون طبقة بيضاء وبتسكر المسامات حتى مي ما بيطلع من كل الثقوب، لهيك بنضطر ننظفه بيخلى انه بيتفاعل مع الكلس وبتنشال هي الكلس وبتفتح المسامات من اول وجديد. البشرة نفس الشيء، لما بيضل المي على الوجه بتكون هي الطبقة مثل البلوك بتصير على الوجه. فشو ما حطينا واقيات شمسي او كريمات، مرطب، شو ما كان، او سيرومات، ما رح تتشرب البشرة لانه عاملة طبقة بلوك ومسكرة. فيفضل انه كل ما لامس الوجه المي نمسح بالتونيك. ترطيب البشرة شغلة كتير مهمة. في عالم بشرتن دهنية بيقولوا انه نحنا ما بحاجة للترطيب. اي نوع بشرة شو ما كانت وبأي فصل، في عالم كمان بالصيف انه ما بدها ما في داعي للترطيب، انه واقي شمسي وحاجة، لا، عطول الروتين لازم يكون غسول، بعدين التونيك مثل ما حكينا، بعدين بيجي السيروم اذا بدكن، ما بدكن بتحطوا المرطب وبعدين الواقي الشمسي. المرطب كتير مهم لانه البشرة بتفقد المي شوي شوي على الشمس او بالصيف او بالشتوية كمان على الهواء، بتصير مثل الزريعة لما ما بنسقيها مي كتير بتنشف، بتصير باهتة وبتتشقق، والبشرة نفس الشيء بتروح اللمعة منها وبتجعد كتير بكير. الترطيب كتير مهم، ونجيب المرطبات على حسب نوع البشرة. يعني إذا دهنيا بعد عن الزيوت، وأنا رح فصل فيديو عنا كيف نعرف شو أنواع البشرات وكيف نجيب كريمات على أساسها. الشغلة الغلط اللي كتير بسيطة بس عن جد مدمرة للبشرة، اللي هي انه بس نغسل الوجه بنمسح مسح الوجه. وصرت يمكن ذاكرتها بأكثر من فيديو، الطبطبة كتير مهمة لأنه البشرة كتير حساسة، هذا بيعمل تخريش ميكانيكي للبشرة بيخليها حساسة أكثر وبيشيل الطبقة الحامية عليها للبشرة. يفضل طبطبة حتى للجسم، كتير بأكد عليها مع أنه شغلة كتير صغيرة وبسيطة. سمعت في ناس لحتى منطقة الكوع أو الركب، المناطق السوداء أو اللي فيها شوية تقرنات جلدية، بيحاولوا يفركوها كتير بالليفة أو بحجر أو ما بعرف بشو. المهم بيعملوا لها تخريش ميكانيكي كتير قاسي لحتى يشيلوا هاي التصبغات. بالعكس، نحن بهي الشيء عم نزيد التصبغات الجلدية اللي فيها، لأنه هاي المنطقة بدها رطوبة أكتر. يعني نحن فينا نعمل لها بيلينج القهوة أو أي بيلينج سنفرة للبشرة ونرطبها ترطيب بعدها. الترطيب كتير مهم وهو اللي بيروح هذا السواد. الاستعمال الخطأ للواقي الشمسي، وأنا خصصت فيديو عنه، للي ما شافه رح أترك له اللينك بالصندوق الوصف لحتى ترجعوا تشوفوه. إنه يرجع الواحد كل 3 ساعات لازم يجدد الواقي الشمسي، وكتير ضروري الواقي الشمسي بكل شهور السنة. فيتامين سي او السيروم فيتامين سي، كتير في عالم تستعمله المساء بتفكر انه الصبح بيتأكسد بالشمس، بالعكس انا كتير بشجع انه يستعملوه الصبح،
لأنه بيدعم الواقي الشمسي كتير. كتير طلعتك بيدعم. المهم بيدعم هو الواقي الشمسي كتير فيتامين سي، بس المفروض نحط بعده مرطب وبعدين نحط الواقي الشمسي، مو مباشرة تحت الواقي الشمسي. يعني بينحط الصبح وما تخافوا ما بتكسد. الغلط الكبير انه في عالم كتير الكريمات الجسم بيستعملوها للوجه، كتير غلط هالشي، لانه تركيبة البشرة او الجلد للجسم غير الوجه. اذا كان مكتوب عليه لكامل الوجه والجسم اوكي، بس قليل كتير، وما بنصح انه نجيب شيء كامل للوجه وللجسم، نجيب للوجه لحال وللجسم لحال لحاله، يعني لحاله. الغسول بالصابون. الصابون انا ابدا نهائيا ما بشجع عليه، شو ما كان نوعه. في عالم تقول انه لا هي مخصصه للبشره، هي بالزيوت، بزيت الزيتون او الكبريتية، شو ما كان تحت اسم صابون ما بنصح فيه ابدا، لانه القلويه بتكون بين 8 و10 كثير بتخرش البشره. برجع باكد على الغسول الخاص للبشره. في صابونه ممكن انصح فيها للبشره الدهنيه اللي هي صابونه الفحم، بس كمان اب اون سو، يعني انه 3 مرات بالاسبوع مو اكتر من هيك، ما فينا نستعملها صبح ومساء ابدا ابدا. في عالم بتحط زيت زيتون على وجهها او بتحط زيوت مثل ما هي على الوجه، هي الزيوت تقيلة على البشرة، بتسكر المسام، بتعملكم مشاكل كتير. صحيح انتو ممكن تحسوا بالترطيب بس بتعمل مشاكل تانية. لا، حطوا مرطبات او اعملوا تركيبات طبيعية اذا كنتوا من مصدر موثوق يكون فيها تركيبة فيها زيت. أما زيت لحاله أو مثلا ليمون لحاله، حمض السيتريك كمان بيأذي البشرة. في كتير وصفات أحيانا بيحطوها على بشرتين فيها حموض أو فيها مواد تقيلة على البشرة، ما بتنحط لحالها، تكون بمقادير معينة. فمو أي شيء منشوف فورا نجربه على البشرة، لا، كونوا شوي حريصين بهذا الموضوع، بهذا الأمر اللي بتكون إياه. الغلط كمان الكبير انه نستعمل كريم الوجه لمنطقة حول العين. منطقة حول العين كتير رقيقة، يفضل نجيب كريم مكتوب عليه خاص حول العينين، ما بيصير نحط البشرة لحول العين. اسا في كوارث اكتر اللي بيستعملوا للجسم وبيحطوا حول العين، لا كتير بأكد عليها. تعمل حتى هي الحبوب الناعمة البيضة هون، هي بتكون إفرازات كوليسترول بالجسم وبالبشرة هون بهي المنطقة، بتكون هي من استعمال الكريمات الغلط اللي عم تحطوها على وجهكم. استعمال الكحول لتعقيم البشرة كمان كتير غلط. الكحول بيسحب كل المي اللي موجودة بالبشرة وبينشفها أكتر، فعقمه بمعقمات خاصة للبشرة مو بالكحول. محاولة تنظيف الحبوب وإخراج السائل منها، هذا أكبر غلط للبشرة، بهيجها وبتعمل التهابات أكتر، فاتركوها، ما تنظفوا غير ممكن منطقة الأنف. وأنا عملت فيديو خاص عن تنظيف البشرة، فيكن تتابعوه وتشوفوه للي ما شافه. النوم بالمكياج هذا أكبر غلط، شو ما كان الوقت ومتأخرين وتعبانين لازم نغسل وجهنا وبعدين ننام، اوعى تناموا بالمكياج. سمعت كمان في صبايا بيستعملوا برايمر تحت المكياج اللي هو لحتى يسكر المسام ويثبت المكياج أكتر. أنا ما كتير عندي فكرة بالمكياج، بس بسمع البنات بيستعملوه. واللي ما عندي منه هون الكارثة والغلط، إنه بيستعملوا الديو لمزيل التعرق، لأنه بيكون مكتوب عليه إغلاق المسام، بيحطوه على وجهي. وهذه يمكن من تيك توك أو ما بعرف من وين، وإجتني أكتر من حالي منه. اوعى حتى لو بيسكر المسام، بس هذا للتعرق لتحت القبط، ما بينحط على الوجه ابدا. ما دام عم نحكي على الاخطاء تبعت المكياج وشو بيستعملوا الصبايا وكلياته هي من تيك توك او من غيرها، كمان في صبايا بيستعملوا السبراي اللي بيثبت المكياج، هذا بالنهايه. فاللي ما عنده اياه بتستعمل السبراي تبع الشعر، انه بيثبت الشعر معناتها بيثبت المكياج. ما بعرف لهوني نقطع السطر، ما عاد رح كفي واحكي. لما بدنا نشتري كريمات مو نسال جارتنا وصاحبتنا او تسالوني انا شو احسن الكريمات اللي بدنا نجيبها او اعطينا اسم ماركه او هي. انا برجع بقول لكم الماركات ما انا كثير مهمه، نحن بدنا نعرف البشره كيف بتتعامل مع هذا الكريم، لانه كل ماركه بتعتمد على مكونات خاصه فيها. اهم شيء وهي ما كثير في عالم كثير بتجيب للبشره الدهنيه او بتجيب كوبيه عن جارتها الكريم نفسه، هي بتكون بشرتها دهنيه او جافه،
انتبهوا كتير لنوع البشرة، دهنية بتجيبوا للدهنية والجافة وإلى آخره. أول شيء مراعاة نوع البشرة، ثاني شيء ما كتير بهم الماركات، إذا بتكون تجيبوا ماركات غالية يفضل أول شيء تجيبوا التيستات الصغيرة وبعدين تشوفوا كيف بتتفاعل البشرة معه وعلى أساسها بتشتروا الكريم. لهون بنكون خلصنا كل الأخطاء اللي حكينا عنها. طبعا في أخطاء كتيرة بس بدها هي فيديوهات كتيرة، فأنا حكيت الشغلات اللي كانت تمر علي كتير وانسئل عنها، بتمنى تتقيدوا فيها، وما دام هلا صرتوا تعرفوا انه غلط ما ترجعوا تعملوها. بشوفكن الأسبوع الجاي إن شاء الله، وما تنسوا لأني عم اتعب شوي أنا بالمونتاج وبالتصوير، تعملوا دعم اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وإذا عجبكن الفيديو هلا بتعملوا لايك. بشوفكن الأسبوع الجاي، ضلوا بخير وسلامة، باي.